هلا اخوك بيضوج علينا. شو يا مو جاهزين؟ ايه يا مو، بس عبين ما تلبس فهميه. كن طولوا على خالتي، يعني القريب المغرب. اخي شو رايك ندور لك على عروس من باب السلام؟ والله مشتيين نفرح فيك. لك اختي هلا انا ما عم فكر بالجيزه، على كل يعني كان لقيته بنت مناسبه اسالوا عنا وعن اهلها بعدين نحكي عن الموضوع. ان شاء الله بتقبرني. يلا يا فهميه. جاهزه انا؟ هاي الحمد لله صرتي جاهزه. يلا يلا يا مرو. يلا يا مو الله يخليك، خليني اروح معكم. لا انت خليكي ديري بالك على اخوك مسلم. طب بتجيبي لي حلق وهريسه؟ اي خلص تكرم عيني. ثاني مره انا بروح معك، مو كل مره سعاد سعاد. بالله شو لا تتنطي. خلص بقى انتوا التلتين. ها يمكن هي الدايه تجيبك. روحي افتحي الباب. مين؟ اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلي ليش تاخرتي؟ صار معي شغله. اما شو شغله؟ بتفقع ضحك. شو هي؟ ام تحسين. شبه ام تحسين؟ كويتها. يخرب بيتك على هالعملة، ليش كويتيها؟ لك مو كانت عم شو بدي ساوي يعني؟ يلا رايحين؟ يلا 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 تفضلوا. يلا خاطركم. الله معكم. دي بالك على كميرة على أخوك. تفضلي. يلا سعاد. يلا جوزها جوا. انا ماني فايت. مش كان مو جوا؟ فوت سلم عليها. يو ليش تقبرني؟ فوت سلم عليك رمال خالتك. بعدين والله الرجال بحبك وكان يحب ابوك الله يرحمه كثير، ما يطلع من عنده من الطاحون ابنه. لك يا امي على عيني وراسي هذا الكلام، بس هلا بدي افتح لي سيره الحج. ما بنخلص بعد العشاء، صرت سمعانه منه اكثر من 20 مره، حفظت اكثر من اسمي. يلا يا مو يلا. ان شاء الله بتقبر قلبي. تعالوا يا مو تعال خدمني. يلا يا ليه هل الأساتذة الفيديو هلا شباب هاتي لشوف هلا يلا خلصيني وانتي ولا يلا شاهر ابني مشاهر. يسلم لي عينه الله يخليه لامه يا رب. امك معكم شرف؟ ما في اخلاق؟ لك معكم حريمات تخافوا عليهم؟ روح يا شاهر الله يحميك ويستر على حريماتك. امين. انت بتعرفيني يا اختي؟ ايه انا ديب الدعي وهي ام خيره وبنتها سعاد. حريم هاشم افندي هي السبعة نعم الله. يبعث لي حمى. ايدك مجروحه؟ لا اختي لا، هذا دم هدول الكلاب. يا مو سعاد معك محرمة؟ ايه يا مو معي. يلا يا شباب كل واحد على شغله. يلا غطي وشك يا مو. الله محيي اصلاك البطن الحملة. الله محييك على راسي والله. لك تسلم كل الرجال مثلك يا هيك القضايات. قلت لك خديت الحريم بحارتنا يا وطي. لا يا عكيتا خبروني هات قبضاي هو خلص حريم الهلندان. شو؟ مثل ما عم اقول لك لا تاخذنا قبضاي، حقك علينا. بسيطة عقيد صغيرة. لكن وين هالكلاب اللي اعتدوا على الحريم بحارتنا؟ اكلوا نصيبهم. هذا خنجر واحد منهم.
ومنين راحوا هالكلاب؟ من هون عديد. بتروحوا وراهم وما بترجعوا الا وهنن معكم. يا عمرك عديد. منين الابضاي بلا زغرة؟ محسوبك من حارة عياش. والله والنعم منك ومن مختاركم ومن عقيدكم ومن كل اهل حارة عياش. والنعم منكم عقيد. رايتك بيضة عمي، يشهد الله انك فضلت علينا وعلى كل اهل حارتنا يا ابن الاصول. رايتنا هي رايتكم ورايت كل اهل الشام. ابن عمي ابو خيره. هذا انتو وين كاينين؟ بالسوق. بالسوق. وعم يساوي وراكم هذا الواطي؟ وين بالك يا رجال؟ ماشي ورانا، خايف علينا. خايف عليكم؟ ايه. من شو خايف عليكم؟ احنا بس ابن عمي عيب. عيب على اللي بيساوي العيب، امشي قدامي انت وياها. خير يا ابضاي، ليش ماشي ورا الحريم؟ والله ماشي لاحميهم يا عمي أفخير، وانا ماني عارف مين هذول الحريم. عامل لي شهم وبضاي. امشي بطريقك، امشي امشي، بعدين بيحكي لي كل حادث الحديث. الله يسامحك عمي، الله يسامحك. امشي بطريقك. حركت وياها. يلا يلا حركوا، خلص رايحين. السوق مبين لك. انا بدي اعرف ابدا بدك تخلص قصتنا مع بيت العياش. امشي انت وياها. حركي، يلا افتحي الباب اشوف. مشي قدامي. فوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلا افندي. شرف شرف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله رب العالمين. اهلين بابو خيرو. اهلين يا مختار. شو ابو خيرو؟ شايفك مو على بعضك، في شيء؟ اسمع يا مختار، انا موجه عليك الله تقول لبيت العياش انه يكفوا ازاهم عني، لاني انا عم بتحاشاهم محاشاي. سامحتك ابو خيرو، صلي على النبي. ودام عود عود وروي، خلينا نفهم شو القصة. عود. اللهم صلي عليك يا نبي. يا ابو خيرو هات لشوف شو القصة بدون عصبية. الله يرضالي عليك. هذا شاهر ابن عمه للأخ. بقى بجوز هيك يا مختار؟ بصير ولاد الأصول يعملوا هيك؟ والله إذا كان الحكي صاير معناتها شاهر غلطان، والغلط راكبه من راسه لأساسه، وهذا الغلط مو قليل منوب يا أبو أدهم. إذا كان ابن عمي عامل هيك يا مختار رح جرسه بالحارة واتبرى منه، بس إذا كان الحكي مو مزبوط. أنا ما بكذب، أنا شفته بعيني. عم بقول إذا كان مو مزبوط ساعتها حقكم علي وبكون أنا غلطان، بس عم لك أنا شفته بعيني. شو بكذب عيني؟ خلاص أبو خيرو ترك الموضوع علي. أنا إذا تأكدت إنه هالشي صار لكل حادث الحديث. شو عليه؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شو القصة بدام؟ شبهن ولاد عمك؟ لسه كل يومين والثالث بنطلي واحد منهم وبيعمل لي مشكلة. من امتى كانوا بيت العياش هيك؟ ها؟ والله ما بعرف يا مختار، أنا ماني مصدق. شاهر أنا مربيه، كله شهامة وشرف ونخوة. يعني بدك ما تأخذيني؟ اللي عمله هاشم أفندي اليوم ما له حق فيه منه. والله بعرف، وأنا دائما بقول له لك يا رجال مو مستاهلة، انساها القصة، بس ما في فايدة. وانا هلا ماسك قلبي بايدي، خايفه يروح يعمل له شي طرنه مع بيت العياش. يعني فوق حقه دقه. اي والله اللي عمله شاهر اليوم بينباس عليه من بين عيونه. ان شاء الله يقبر قلبي. غطي وشك يا مو. يو حدا بصح له صهر مثل شاهر وبيقول لا؟ شايفه والله هذا اللي صار. بس الله يخليك خلي الحكي بيناتنا. ها يو شو هالحكي؟ اي والله والله وما إلك علي يمين، انا بعرف اسرار كل الحاره وما في يوم فشيت سر انا مأمنه عليه. اي والله بعرف بعرف. يلا بالاذن. وين قاعدين لسه بكير؟ خليني روح شوف هالمسكينه شو صار معها. مين ام تحسين؟ اي والله انشغل بالي عليها. لكن تقبريني، لا تنسي تعزميني نسوان الحاره كلياتهم يوم الخميس الجاي على الحمام. تكرم عينك. وحريم بيت العياش بدك اعزم لك ياهم؟ إيه لكان عزمي لي أم شاهر وبناتها وأم أدهم كمان. بس هي أم صفوان لا تعزميها، بعد لحمة ما حبيتها. معك حق، مأنزعة.
طيب سألتي هاشم أفندي بركي ما هان عليه تعزمي بيت العياش؟ لا لا أنا سألته قال أنتو حريم ببعضكن وما دخلكن بقصص الرجال. إيه منيح لكن يلا أودعناكم. الله معك. وداك يرقد يرقد دخيلك دخيلك لا دخيلك لا عم عبد بنص نقرته. تفضل زنعة. يسلم ايدك. الله يسلمك يا حق. هات صحنك. اللي شفته بعدين لشاهر؟ لا والله رحت لعندهم على البيت دقيت ما حدا رد. مرت عمك ام شاهر يمكن راحت على باب السلام هي وبناتها، سمعت امبارح عم تقول بدها تروح تزور اختها. لك تعرفي انا ماني مصدق القصة. لك شاهر انا مربيه والله انا بحلف عنه. ابن عمي بهالايام ما حدا بيحلف عن حدا لانه العالم متغيره صايره كلها مخبايه باوعيه، لكن ابن عمي. لك عفاف انت ما بتعرفي لشاهر. شاهر اذا كان ماشي بالحاره وشاف مره نافذه بدير وشه عشان بحطها تقطيع. ايوه يعني ماله مثل تحسين. لك انا تحسين شو جاب لجاب انت الثانيه؟ هذاك من ظاهرته بصوره ناقصه. انا لولا وصيه ابي رحمه الله عليه ما كنت حويته. لك هلا بدك تفهميني انه هالواطي شافكم بالصدفة؟ والله يا رجال انا ما لمحته بكل المشوار الا بالوقت اللي هجموا فيه علينا الحرمية. لك خلق خلقه منين الله بعته ما بعرف. ايوه تحركشكن طلع منه حركات هيك ولا هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بشو هو بشو؟ الرجال هجم على الزعران ماله شايف قدامه، دماهن تدماية رماهن على الارض مثل الارانب، ايه خلاهن يطلعوا الذهبات مثل ما الله خلقهن. ذاتا هو لا عرف لا لحنا من اي حاره ولا حريم مين منكون لو ما ديبة عرفته وعرفته علينا وعلى حالها. عرفته عليكم وشاف وش حدا منكون؟ لا ما شاف وش حدا منا، بس ديبة قالت له انه نحن حريم ابو خيره. اه وما التقى بهديك الحاره غير ابن العياش لحتى يخلصكم من الزعران، وضروري كان لازم تخبروه انكم عيال ابو خيره. يا رجال هدول اهلنا وناسنا مهما صار ما لنا غنى عنهم.